السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله الدرس الأخير في سلسلة الدروس اللي أنا كنت منزلها الفترة اللي فاتت دي، بعرفكم ببرنامج. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نفرد برنامج السوليد ووركس، سواء كانت النسخة بتاعتها 32 أو 64، هي نفس الطريقة، بس بما ان انا نسختي 32 فالسورس اللي معايا هو 32، لكن نفس اللي هيحصل على النسخة 32 بت هيحصل على النسخة 64 بت. طبعا نفترض مثلا الناس هتفرض قريب ان سورس البرنامج معاها، ايا كان المكان اللي انت حاطط فيه سورس البرنامج بتاعك، فانت هتروح للمكان اللي فيه سورس البرنامج وتفتح الملف اللي فيه ايقونة السيت اب، وقول له دبل كليك عليها وسيت اب سوليد وركس يس. خطوات بنمشي عليها وبسيطة خالص يعني من غير أي مشاكل. أقول له يس، تظهر معانا الشاشة دي فيها الاختيارات دي كلها. هنمشي واحدة واحدة بالمراحل دي. individual تمام، أقول له نكست. السيريال نمبر والحاجات دي كلها بتيجي منين؟ نعتبر إن هي مش موجودة، هتيجي منين؟ هتيجي من كراك، ملف كراك، في ملف اسمه ريد مي، افتحه هتلاقي إيه السيريال نمبر موجود عندك أهو. تمام. طيب اول واحد ده اللي هو بتاع السوليد وركس، اللي هو ده حتى كاتب لك فور سوليد وركس. بعد كده الثلاث حاجات اللي تحت اللي هم الثلاث حاجات ايه دول، انما السوليد وركس ورك جروب بي دي ام دي ملهاش سيريال وبالتالي ما بتتفرقش معانا. نفرض الثلاث حاجات دول سيميوليشن وموشن وفلو سيميوليشن. تمام، واقول له ايه، اقول له نيكست. بعد كده هيقول لك سيستم شيك، انت ما عندكش نت، يفضل وانت بتفرض البرنامج تكون ما عندكش نت عشان ما يعمل لكش مشاكل. فبيقول لك هنا ايه سيستم شيك، قول له كانسل. عادي، ما مش محتاجينها، لكن همشي معاك واحده واحده. هو بيعمل الخطوات بتاعته مع نفسه كده، هيفضل ايه يمشي معاك واحده واحده لغايه ما يجي ايه امر انستول. قول له انستول. طبعا هنا البرودكتس اللي انت بتفردها، هنا الانستليشن لوكيشن طبعا هتفرد على السي، لو عايز تغيره تغيره من هنا من تشينج وبس، هما ده اللي ممكن تلعب فيهم. بعد كده انت عايز تفرده على السي مفيش مشاكل، مساحه الفرد 5.7 جيجا بايت، قول له انستول ناو. هتفضل انت بقى لغايه ما الشريط ده اللي عندك ده يخلص. تمام، طبعا خلاص انت مش محتاج الريدمي في حاجه، خليه دلوقتي عشان هنحتاجه في الاخر. وايه تفضل معاك الشاشه بتاعت الفرد البرنامج اهي، تفضل معاك لغاية ما الشريط ده يخلص خالص. تمام، بياخد وقت شوية. اوكي، وان شاء الله مفيش حاجة يعني بتعمل مشاكل اثناء الفرد، كله تمام مفيش مشاكل خالص. هو بس ممكن 64 ممكن يعلق مع اللي بيفرد شوية، لان 64 ايه يعني معقد شوية، انما 32 بتفرد معايا خالص من غير اي مشاكل. تمام، فانا بس هوقف كده البرنامج التسجيل لغايه ما يخلص الشريط ده عشان بيعوق. هي كل حكايه انت تخلص الشريط بس، الشريط ده يخلص كده، بعد كده هنكمل ايه بعد ما يخلص ان شاء الله. استنوني بس لما الشريط يخلص، بعد كده ارجع لكم تاني نكمل فرد البرنامج. هو خلاص كده خلص الشريط، خلصه. في ثلاث اختيارات هنا، بيقول لك ان انت سوليد ووركس كاستمر اكسبيرينس امبروفمنت بروجرام كده. لا، اقول له ريمايند مي ليتر، اقول له ايه، اقول له فينش. تمام، هيفتح معاك صفحة نت، هيفتح معاك كتاب بيقول لك واتس نيو ان سوليد وركس 2013، ايه الجديد في سوليد وركس 2013 عن الاصدارات اللي فاتت. تمام، الكتاب ده هتلاقيه موجود عندك في السي، بس انت تعمل له ايه، تاخد منه نسخة تكست على الديسك توب مثلا، تقول له سيف هيحفظها لك بدل ما تقعد تدور عليه ايه جوه السي. تمام، طيب خلصنا من موضوع الكتاب. اوكي، هنبدأ بقى ندخل في البرنامج في السورس اللي كان معاك. تمام، السورس اللي كان معاك اللي هو انت حافظه في مكان معين على الكمبيوتر. ادي الملفات اهي بتاعت البرنامج، تفتح الكراك، تفتح كراك، تروح للسوليد ووركس 2010 2013 اكتيفيتور، دبل كليك عليه قول له يس. تمام، قول له انستول. ده الاكتيفيشن عشان ما يطلبش منك اكتيفيت اكتيفيشن على طول. هتظهر لك خمس رسائل فيهم يس ونو او ست. يس اول رساله يس، تاني رساله يس،
التالتة بي يس برضه اكتيفيت سودوكس 2013 يس. طيب 2012 لا انا مش فارق 2012 2011 ولا 11 ولا 10. بعد كده يقول لك اول دان انجوي، قول له يس. عند فينش تمام هيفتح معاك صفحة نت كده بيوريك فيها الحاجات اللي ايه. طبعا انت قافل النت فمش هيظهر عندك نت. تمام بعدها افتح البرنامج عندك. افتح معاك عادي خالص. الخطوات دي نمشي بيها واحدة واحدة كده زي ما انا ماشي بالظبط، سواء زي ما قلت لكم نسخة 64 او نسخة 32، سواء 64 او 32. وتكون حقيقة تكون سلك النت يكون مش موجود عندك، لان انت لو معاك نت ايه هيقرفك شوية. تمام هنا هتلاقي الطريقة اللي انا عملتها دي هتلاقيها هنا دي، بيقول لك ران اكتيفيتور الموجود عندك في الكراك في الملفات، واعمل يس 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 نو 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 انجوي، وايه هتلاقي برنامج ايه اتسطب عندك تمام مفيش مشاكل. هنا بيقول لك الرسالة دي بيقول لك ايه التول بوكس اللي انت حاطه موجود عندك في السي، عايز تخليه في السي ولا تغيره؟ لا قول له ايه would you like to use the new location، قول له yes. خلينا في الايه، طبعا انت عشان انا حشت البرنامج وفرجته من تاني، انما انت تفرده اول مره فمش هيجيب لك الرساله دي. تمام طيب في بقى مشاكل بتحصل معاك وانت بتفرد البرنامج سواء نسخة 8 ويندوز 8 أو نسخة 64، فبيطلب منك حاجة اسمها ايه نت فريم ورك. ده برنامج بينزل على النت بيبقى متصل بحاجة بلينكات جوه البرنامج فبيظبطها مع بعض. تمام تفتح من عندك البرنامج أو ما تقول له نيو علشان تعمل بارت واسمبلي ودروينج، هتظهر لك شاشة بتقول لك الوحدات اللي انت عايز تشتغل بيها ايه، مليمتر مليمتر ولا انش ولا فيت ولا لا، هتقول له مليمتر ونظام الايزو وقول له اوكي. طبعا انا ما ظهرتش معايا لان انا فرد البرنامج قبل كده. تمام ونشتغل عادي خالص زي ما بنشتغل كده. نكون اتعلمنا ازاي نفرد البرنامج، وان شاء الله بعد كده نبدا بدايه في الدوره باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.